بتقرير لفورن بوليسي فهي تحدثت بمدى احتمالية حدوث أو حصول حرب أهلية إذ ما استمرت الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، ولكن مفهوم الحرب الأهلية هو يعني المجتمع وطبقات الشعب كافة بجميع أطيافه وحتى المواطنين المدنيين يتقاتلون، وهذا لا نعلم إن كان محتمل وروده فعلا أم لا. لكن ماذا لو تقاتلت القوى والأجنحة المسلحة للقوى السياسية بالسلاح؟ هنا هل ستحصل حرب شوارع فعلية؟ من الممكن أن تزج داخلها أجندة خارجية من المجتمع الدولي؟ بشكل عام أنا أتصور العراق عاش حربه الأهلية بين 2004 و2005 إلى 2007. شروط تلك الحرب الأهلية غير متوفرة الآن، بعضها يعني توقفت عندها. نحن نتحدث عن أطراف سياسية معظمها لا عمق شعبي له ولا يمثل سياسيا في هذا الصراع طبقات شعبية، باستثناء التيار الصدري يعني له عمق شعبي وهو يمثل مجموعة سياسية، مجموعة شعبية كبيرة في العراق، وهناك تعاطف كبير معها خارج هذه المجموعة بسبب نوعية المطالب التي قدمها التيار الصدري. أما الطرف الآخر فهو يعني لا يمثل قطاعا شعبيا، هو موجود في الدولة، لديه موارد وإمكانيات وأيضا أذرع مسلحة. هذه لا تقود إلى حرب أهلية عادة، وإنما تقود إلى اشتباكات هنا وهناك، تصالح، يعني شيء مما حدث في الخضراء، الأحداث المؤسفة يمكن أن تتكرر. أعتقد هذا أقصى ما يمكن أن يحدث. الشارع بشكل عام ساخط على كل الطبقة السياسية، فلن يصطف يعني مع الإطار التنسيقي على الأقل. أنا بتصور أن الأمور لن تصل إلى حرب أهلية. هذه السيناريوهات التي تقدم في الغرب سيناريوهات مبالغ بها كثيرا ولا تستند إلى فهم دقيق للمعادلة في العراق، المعادلة السياسية والمعادلة الشعبية، وهذه تغيرت كثيرا مقارنة بما كانت عليه بين 2005 و2007 و2008. نحن هنا بإزاء دينامية مختلفة، يعني صراع حقيقة الطبقة السياسية مع المجتمع، هذا هو الصراع الذي يحدث الآن، وليس صراع بين مجاميع ميليشياوية متقاتلة وتمثل امتدادات شعبية حقيقية، وهذه الامتدادات تشعر أنها محمية عبر هذه المجاميع الميليشياوية. هذه هي من أهم شروط الحرب الأهلية، وهذه ليست متوفرة في العراق.